Morning, ثالث. How are you, Ms? Are you okay? Are you fine? Okay, ثالث. الآن رح أحكي لك عن الامتحان تاع يوم on Tuesday. يوم الثلاثاء. امتحانة طبعاً في unit number 4. ببدأ في unit number 4. هاي طبعاً عشان أحكي لك كيف تدرس. Okay. عندك safari adventure. عندك meanings. meanings الموجود عندي هون مهم جداً وحفظ. وإحنا أخذناهم طبعاً. الميننجز اللي عندي هون مهم جدا وحفظ. هلأ في دبي هوليديز بدك تعرف الأشياء العامة. إيش مثلا عملوا في دبي هوليديز وإحنا تحدثنا عنهم. أوكي إيش عملوا في دبي هوليديز؟ إيش الأنيمالز في دبي هوليديز؟ هاي مهمة جدا. هلأ في ساوث أفريكان برضو نفس الإشي، بدنا نعرف إيش عملوا في ساوث أفريكان والأنيمالز الموجودة وين في ساوث أفريكان. اوكي لما احكي لك الاول الانيمالز الموجوده في دبي كمان تكون عارفها، والانيمالز الموجوده في دبي في دبي هوليديز ايش مالك يا مس بدك تعرفهم. هون اللي هو نفسه حكيت لك ايش اكلوا وهم ايش شربوا، بدنا نعرف اللي هو هذا التمرين مهم. هذا التمرين مهم اللي هو عندك في دبي سفاري وساوث افريكان ايش سفاري. اوكي هلا عندك هون هذا التمرين ايضا مهم جدا اللي هو الحرف الناقص. هذا الحرف اللي هون واحنا شرحناه مهم جدا، يعني بدك تعرف الكلمات وتعرف كل كلمة ايش الحرف الناقص فيها، واحنا هذا شرحناه يا ثالث. اوكي هلا اللي هون it's very important اللي هو عندك countable nouns والuncountable nouns، الاسم المعدود والاسم الغير معدود، واخذنا امثله كتبناهم على الدفتر. قاعدة some and any، some واني كمان مهمة جدا. هون امثله على المعدود وغير معدود مهم جدا، يعني هذول في الامتحان مهمات جدا. هون عندك how much وhow many، ايش بس متى بستخدم هاو ماتش متى بستخدم هاو ماني، مهمات جدا يا ثالث. كيف ترتيب سؤال would you like would you like to، ايش بيجي مثلا هون دي بيجي هون حكينا verb فعل hold a baby play in the castle، اذا كل كلمة ايش بيجي معها في ترتيب الفعل. مثلا يطعم ايش مثلا بطعم حيوانات، hold وبحمل ايش مثلا تخيل انه بحمل الاليفانت ما بيزبط. اوكي هاف ا لانش فيزيت ان افريكان فيليج، يعني تخيل انا احكي لك فيد ان افريكان فيليج بيزبط؟ لا، عشان هيك هذا كل كلمه ايش مناسبها مهم جدا يا ثالث. التمرين اللي هون عندنا مهم جدا، طبعا هلا انا راح اشرحه بالفيديو، انا هلا راح اشرح لك اياه بالفيديو يا مس علشان اللي هو نعرف كل شيء ايش بيجي معه. اوكي بنكمل في الورك بوك. المينينجز حكيت لك مهمات تدرس عليها برضو مينينجز. هون انت لما اجيب لك في البيكتشرز على حسب البيكتشرز بدك تعرف ايش بنكمل عندنا هون على حسب البيكتشرز. اوكي يا مس برضو هذا حكينا عنه اللي هو تاعت التكس دبي سفاري وافريكان سفاري. تكملة الحرف الناقص حكينا عنه. سؤال الكاونتبل انكاونتبل وسامو اني حكيت لك مهمات. ترتيب السؤال هون مهم جدا. هون حكيت لك اللي هو ايش كل كلمة ايش مناسبها تاع would you like. اوكي مس هلا احنا رح ننتقل هون عندك رح ننتقل هون بس نكمل ايش عندك المينينجز الكلمات وكل كلمة ايش مناسبها. اوكي morning في الصباح you get up early before the sun، اذا في الصباح بصحى مبكر، اذا get up اللي هو يستيقظ مبكر before the sun هو عند ايش عند الصن لما يكون الشمس موجوده. اوكي دو ايش بيجي مع دو؟ دو نعمل ايش معنى مورنينج صباح، طبعا حكينا دو اللي هو يعمل او يفعل، سي يشاهد، ايت ياكل. اكيد ايش راح اعمل انا؟ دو وات اني اكسايتنج ثينكس تو دو، اذا في عندي اشياء كثير ايش عشان اعملها. سي ايش بشاهد انا؟ سي ايش بتزبط معها؟ وات ويل يو سي ايش شفت؟ ايت دونت وري اباوت ذا فود انه اكيد ايش ات فود اكيد رح حكينا فيها عن ايش عندك عن فود. هاي هي ماده الامتحان يا مس، هاي هي ماده الامتحان يا مس. هلا بدنا نكمل عندك التوبكس. مثلا بحكي لك ان ذا مورنينج شو بعمل في المورنينج في الصباح، جيت اب ايرلي اند have breakfast وايش and look at the sea وبشوف ايش عندك البحر. do ايش بيعمل عندك في do؟ طلع على البيكتشرز. do what
كاتش فيش، وإيش بيمسك؟ بيمسك في فيش، كاتش أفيش، كاتش أفيش، and what؟ swim and have a picnic. هاي طالعين في رحلة، have a picnic. A picnic and what؟ and what حكينا catch a fish، وهي التقط سمكة. أو حكينا catch a fish، سوري حكينا catch a fish و have a picnic and what؟ swim. see إيش بيشاهد عنده هون؟ see what؟ see what؟ look at the sea، طلع على البحر. look at the what؟ at the sea، بحر وليس see يشاهد، اثنين نفس اللفظ. okay and flying أو نحكي jumping fish. eat eat what؟ bread وفيش وشيز باستا بيزا and sandwich. bread and fish and cheese and what؟ باستا. اوكي تارت، هاي هي مادة الامتحان، هاي هي مادة الامتحان يا تارت فقط لا غير. هاي عندي مراجعة رح ناخذها ان شاء الله بعد الامتحان، ويعطيكم الف عافية.